أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا في مسار السوق لجلسة هذا الاثنين. وأداء بدأ نوعا ما متذبذب في معظم الأسواق الخليجية. كيف بدت لدينا هذه الجلسة وكيف كان مسارها مع إقدام العديد من الشركات عن إعلانات هامة جدا وربما كان على رأسها استضافتنا للسيد خالد بن كلبان رئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار. لكن كيف مرت علينا جلسة هذا الاثنين؟ نتابع مع الزميل هاني والتفاصيل. نعم رولا، لون أحمر تميزت به معظم الأسواق الخليجية في جلسة هذا اليوم الاثنين. طبعا المؤشرات الثلاث في سوق الكويت كانت باللون الأحمر، السعر تراجعات بأكثر من 18 نقطة مئوية، قرابة 19 نقطة مئوية للوزن، وضغط من قطاع البنوك على كويت 15 بالتحديد متراجع بحوالي 1%. البورصة القطرية كسرت مستويات 13500 نقطة، بالتحديد 13486 نقطة، تراجعات قاربت النصف نقطة مئوية في هذه الجلسة. رأينا بعض الضغوط على القطاع الصناعي في السوق القطري. مؤشر سوق دبي أيضا بعد ارتفاعات قوية البارحة أكثر من 2.5%، أغلق هذه الجلسة على تراجعات بواحد وثلاث أعشار النقطة المئوية، مستويات 4625 نقطة. أما مؤشر سوق أبوظبي تقريبا أغلق جلسة مخالفا لسوق دبي على ارتفاعات قربت نصف النقطة المئوية، 4893 بدعم من القطاعين البنكي والعقاري. كذلك سوق مسقط إلى حد ما خالف بقية الأسواق الخليجية وإن كان على ارتفاع بتطفيف بأقل من عشري النقطة المئوية فوق مستويات 7000 نقطة. إذا هذه نظرة سريعة مشاهدينا لمعظم الأسواق الخليجية في جلسة هذا اليوم، لنرى كيف كانت قيم وأحجام التداولات، وأتحدث بالنسبة للقيم بملايين الدولارات الأمريكية. في سوق دبي حوالي 395 مليون دولار قيم التداولات، وهي قيم مرتفعة في هذه الجلسة. أبو ظبي حوالي 54 مليون دولار، بالنسبة لعمان 22 مليون دولار، وأيضا ارتفاع بالنسبة لقيم التداولات في سوق مسقط مقارنة بالجلسات السابقة. أيضا قطر شهدنا 168 تقريبا 169 مليون دولار قيم التداولات، والكويت حوالي 58 مليون دولار قيم تداولات جلسة اليوم الاثنين. بالنسبة لأحجام التداولات حوالي 600 مليون سهم تم التداول عليها في سوق دبي، أكثر من 62 مليون سهم في سوق أبوظبي، حوالي 24 مليون سهم في عمان، وفقط 14 مليون سهم في قطر، وتقريبا 150 مليون سهم في السوق الكويتي. أعود إليك رولا. شكرا لك هاني. هذه المرة وإلى أكثر الأخبار، ربما انتظارا في أسواق الإمارات، وتخطط شركة إعمار العقارية إلى عقد الجمعية العمومية لاعتماد التوزيعات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير، بحسب رئيس مجلس الإدارة محمد العبار الذي أشار إلى استمرار السياسات الخاصة بالشركة والتي من شأنها أن تقلل من المضاربات العقارية في الإمارات بشكل عام. والله أنا من الناس اللي ينظرون للقطاع العقاري على المدى الطويل، فلذلك سنوات فيها نمو كبير وسنوات فيها نمو اعتيادي، أنا أعتقد هذا في خير. أنت ما تقدر تستمر بنمو مستمر بال15 وال10 وال20%، لأن أنا ما أعتقد السوق يستحمل ولا أعتقد الزبون يستحمل كذلك. فأنا أعتقد أنت تجيك سنين فيها نمو أفضل من بعض السنين، وأنا مثل ما ذكرت يعني هناك أسباب كثيرة موجودة، ولكن بصفة عامة إذا المشتري ذكي أنا أعتقد القطاع العقاري لازال جيد. سيد العبار، كان الإعمار عدة يعني مبادرات لتقليل المضاربة في سوق العقارات خصوصا في إمارة دبي، هل هنالك أي مبادرات جديدة للحد من المضاربات؟ لا والله، طبعا احنا عندنا نظام متطور نستخدمه تكنولوجيا في المبيعات، نتابع فيه الحالات، نحط قوانين داخلية خاصة بالشركة وبالتعاون مع الحكومة، ولكن في بعض السياسات الشركة تضعها اللي يقل من عملية المضاربة، ولكن مهما حاولت ولا تستطيع أنك أنت تمحي عملية المضاربة، دائما بيكون في جزء القانون ما يمسك فيه، فما عليه مسموح. طيب بالنسبة للتوزيعات النقدية يعني تم موافقة مجلس الإدارة، متى سوف يتم عقد الجمعية العمومية والتوزيع؟ إن شاء الله آخر الشهر الجمعية العمومية والتوزيع إن شاء الله على 24-25 إن شاء الله من نوفمبر.
إذن مشاهدينا للحديث أكثر عن أداء السوق دبي وأبوظبي في جلسة هذا اليوم وكذلك ما صرح به السيد العبار وغيرها من تصريحات الحصرية للسيد المسيح العربية مع ضيفنا عميد كنعان الخبير المالي. سيد عميد أهلا بك. إذن نحن بانتظار اجتماع على مجلس الإدارة في شركة إعمار بال 25 الشهر القادم. شو التوقعات حول هذا الموضوع؟ تأخروا لحتى يعلنوا عن التاريخ، شو القصة؟ يعني أنا بعتقد أخذوا مجالهم ليقدموا للهيئة أو لأخذوا الموافقات من الهيئة تحديدا. يعني بالعكس أنا شايف يعني في وضوح من في وراحة للأسواق المالية وللمستثمرين بشكل عام. يعني اليوم لما يحدد ب 25 معناته إحنا على أبواب الإعلان للدعوة للجمعية العمومية، هذا بده يريح الأسواق وبتهيألي يعني بيقطع التساؤلات يعني أو ما أثير خلال الأيام الماضية. مش يعني أيام، أسابيع، صرنا أسابيع عم نستنى نحن. يعني هم كانوا من البداية قالوا تقريبا بنوفمبر، بين أكتوبر نوفمبر سيتم الإعلان، اليوم أعلنوا. بجوز الأسواق مستعجلة أو المستثمرين مستعجلين على 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 سماع نبأ معين أو لذلك كثرت التكهنات لما تأخروا. لكن الجدير بالذكر هون يعني ليش التأخير؟ يعني شو عمالها بتخطط إعمار تقريبا، شو عمالها بتخطط سيناريو ونطرح على الطاولة كل السيناريوهات. هل تتوقع أنه في ظل ما تم الإعلان عنه سابقا بعد نجاح الاكتتاب في إعمار مولز وتم الإعلان أنه نعم سنطرح أيضا إعمار للفندقة وإعمار للضيافة وغيره، ممكن يكون مساومة من قبل مجلس إدارة إعمار لحاملي السهم اللي بيستنوا التوزيعات، أنه بدل توزيعات كاش ورأيكم نحط لكم إياها أسهم في الشركة الجديدة؟ يعني مطروح السيناريو مثلا؟ قد يكون. يعني هو التأخير كان من البداية، البعض أشار أنه التأخير له علاقة في إعمار للفنادق يعني، لكن من زاوية أو من أخرى يعني إن كان هذا السيناريو صحيح، إن صح يعني هو مجرد افتراض بتهيألي، لكن هو على أرض الواقع قد يكون أنه زي ما تفضلتي أنه إحنا في طور أنه ندرج إعمار للضيافة، ممكن يكون في حديث عن عملية ربط ما بين الكاش اللي بده يطلع من إعمار مولز للمساهمين وما بين إعمار للضيافة، أو قد يكون التوقيت يعني رح يعني بنفس التوقيت يعني يوزع المساهمين ويطرح. الخيارات بتهيألي مطروحة للجمعية العمومية، بدها موافقة. وليش لازم موافقة؟ يعني أي سيولة بتخرج من الشركة حتى لو كان تم التنويه عنها سابقا بأنها شكل هدية، يجب أن تحظى بموافقة من المساهمين، يجب أنه يكون في مصادقة عليها. طب بل كهن شايلينها من حصيلة الاكتتاب. حتى لو في عمليات توزيع الأرباح، إذا كان مجلس الإدارة غير مفوض بالتوزيع بأكثر من مرة بالسنة أو لازم يأخذ التفويض مسبق من الجمعية العمومية حتى يكون ما في داعي للدعوة. لكن باعتقادي إعمار مش مقدة تفويض مسبق بتوزيع الأرباح، لذلك بدها دعت ضمن القوانين والأنظمة والأطر اللي معمول فيها بالإمارات وضمن أنظمة الأوراق المالية، يجب الدعوة إلى جمعية عمومية. طيب خلينا نرجع نحكي عن السوق ككل. حركة المؤشر اليوم توقعنا أن موجة التصحيح تنتهي، رجعنا للتصحيح مجددا في هذه الجلسة، بس السؤال المطروح أنه عم نشوف بتباين خلال بأداء المؤشر في الجلسات الماضية. يعني امبارح أغلق على ارتفاع 2.5%، اليوم تراجع ب 1.3%. هذا التباين ما مرده قديش بيأثر على نفسية المستثمر في السوق؟ شوف أنت بتتكلم عن معدلات التذبذب في الأسواق المالية، وإذا بدنا نرجع لفي أعتقد في مؤشر معدلات التذبذب في الأسواق المالية للأسواق الناشئة، أنا بعتقد هو الطبيعي كان خلال العام الماضي 14 مرة، إحنا عمالنا بنشاهد ما يقارب 30 مرة معدل التذبذب، يعني ارتفع إلى الضعف تقريبا. هذه بالأسواق الناشئة بشكل عام، بجوز لارتباطها بالأسواق العالمية. اليوم إحنا جزء من الأسواق العالمية، عملية التذبذب قد تكون ناتجة عن قلق معين، قد يكون المستثمر ما بده يعلق ضمن أسعار معينة. نعم. اليوم إحنا بتتكلم عن انخفاض بالسوق المالي تحديدا. سوق المالي عامل من الأدنى نقطة تقريبا ما يقارب 13%. نعم. فيجب، أنا بعتقد أنه ما حصل اليوم هو تصحيح ممتاز، يعني هو جيد للأسواق بصورة أو بأخرى، حتى الأسواق تستطيع أنها ترد تمارس أو تمشي بالترند الطلوع تبعها، يجب أنه نجد تصحيح. هذه نقطة أولى. نعم. نقطة ثانية، ما يحدث بالأسواق عندنا يعني نتيجة الانفعالات الزايدة بيصير في عندك جابات، في عندك فجوات سعرية، هذه مقلقة. يعني أنا اليوم عندي فجوة سعرية في ارتفاع سهم معين،
انا بفضل عند يعني بعد امشي على الترند ولا اني اوقف مرات. ليش انا ارجع اغطي هذا الباب السعري بعد ما نطلع لقدام كثير؟ فبالتالي انا بجد ما يحصل هو جيد جدا، بل هو صحي للاسواق لاستكمال مسار الصعود. طب بس كمستويات لوين رايحين بالمؤشر بالفتره الماضيه؟ البعض بتوقع انه تحت 4600 4700 عفوا 3600 3700. لا انا يعني بعتقد هذا سيناريو شوي مبالغ فيه تحديدا، يعني ما لا 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 اعتقد، يعني بالعكس المؤشر في عندك عده مراحل له، عندك ال 4600 عنده نقاط دعم جيده جدا يعني، وعلى الترند الطلوع يعني بتهيأ لي يعني احنا حواليها لازم نبقى يوم او يومين حواليها لحتى الرد نمشي بمسار الطلوع. فانا ما بعتقد هذه السيناريوهات شوي متشائمة. طب بما انه احنا فنيا في عندنا بعض القلق من الفجوات، خلينا نروح للامور اللي هي مسك اليد، وتحديدا عندما نتحدث عن النتائج الماليه اليوم. طبعا كان باستضافتنا السيد خالد بن كلبان، والذي تحدث هذه المرة عن نتائج أعمال الشركة وعلق أيضا على هذه النتائج. أذكر فيها طبعا ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة دبي للاستثمار في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى مقارب 190 مليون درهم، ولتبلغ ربحية السهم 5 فلوس. كذلك ارتفعت أرباح المجموعة في التسعة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 91% لتصل إلى مقارب 1 مليار درهم. نذكر طبعا أنه اليوم كان قد ذكر العضو المنتدب وكبير التنفيذيين في مجموعة دبي للاستثمار خالد بن كلبان خلال حديث مع سي إن بي سي عربية، قال بأن الشركة ستقوم بعملية تخارج بنهاية عام 2015 أو بداية عام 2016. وأضاف بن كلبان أن الشركة ستستحوذ على شركتين جديدتين قبل نهاية العام الحالي، متوقعا أن تستحوذ الشركة على حصص مسيطرة في هاتين الشركتين. دبي للاستثمار يعني يمكن تكون عملية تخارج مستقبلية في نهاية 2015 أو بداية 2016، ولكن سيكون هناك acquisition أو الشراء بعض شركتين تقريبا قبل نهاية السنة هذه. احنا في طور عملية التقييم، تم التقييم وتم الموافقة على الأسعار، واحنا في طبعا في ما يسمى تقرير النافي للجهالة أو الدو ديليجنس، استلمنا تقريبا التقريرين وندرسهم، واتوقع ان ان شاء الله نتحصل على او نشتري حصص مسيطره في هذه الشركتين في قبل نهايه العام. نرجع لضيفنا عميد كنعان، يعني برغم النتائج الايجابيه للشركه اليوم في النصف او الربع الثالث من هذا العام والتصريحات الحصريه لسي ان بي سي تصريحات ايجابيه لسيد بن كلبان وارقام ايضا مهمه، لم نرى هذا التفاعل من قبل السهم في جلسه اليوم. عميد كنعان، شو بتقول عن النتائج اولا، وليش ما فيها التفاعل من السهم؟ بداية أنا بحب أشير لموضوع الشفافية اللي بتتمتع فيه شركة الاتحاد العقارية وشركة دبي للاستثمار ممثلة برئيس مجلس الإدارة. بس حقيقة يعني هم عودونا على الشفافية التامة، يعني من بداية النتائج بتكون الإعلان إلى الجميع على 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 مستوى واحد. بجوز هذا يعني سيف له حدين، ما بعطي مجال خليني أحكي إنك يطلع عندك نتائج غير متوقعة، فبالتالي بيكون النتائج موجودة عند الجميع. هذا رقم واحد. رقم اثنين، اليوم النتائج ما بعتقد رح تشفع كثيرا للأسواق المالية. احنا جزء من الأسواق المالية العالمية. اليوم انت بدت الأسواق على تفاؤل جيد، كان الداو جونز لفيوتشر 50 نقطة، كانت أوروبا في المنطقة الخضراء، فبالتالي كان في تفاؤل معين. مجرد ما قلب الداو جونز إلى المنطقة الحمراء، أوروبا نزلت إلى المنطقة الحمراء، شهدنا هذا الأثر. السوق السعودي أيضا يعني رغم بس أنت عم تشوف تطلع دبي الاستثمار 3% تقريبا 23 نقطة مئوية من التراجعات، بكل مش قليلة، مش هي لوحدها. تحديدا السوق المزاج العام انتقل من الإيجابية الكبيرة إلى سلبية نوعا ما بسبب الفيوتشرات الأمريكية، بسبب أوروبا، بسبب السوق السعودي. المزاج العام أيضا ما بدنا ننسى أنه إحنا طالعين ما يقارب 12 أو 13% من يعني محتاجين شوي نصحح، محتاجين التصحيح لاستكمال مسار الصعود. انا مش شايفه سيء ما يحدث بالاسواق الماليه، جيد بغض النظر عن المبررات، نحكي الامريكي، نحكي البروفيت تيكينج، نحكي ايا كان فجوات، تعبئه فجوات، عده اسباب موجوده.
لانه السوق يصحح شويه يعني، لكن انا شايف الاسواق جيده وايجابيه. طب ارجو ان تبقى معنا سيد عميد، نعود اذا مشاهدينا بعد قليل، ولكن هذه المره التساؤلات التي سنطرحها بعد قليل. أرابتك بعد أن تعادت إلى السوق بحصة من النشاط كانت الأعلى خلال جلسة هذا اليوم، ماذا عن الملاءة المالية للشركة وهل ستسمح لها ظروفها أن تقوم بتوزيعات؟ وأيضا سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي كيف سيتجه في الفترة القادمة بعد قليل؟